إلى مصر، وقع اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في خطأ قد يكلفه ملايين الدولارات. في البداية نشر صلاح صوراً جديدة له خلال إعلانه الترويجي لإحدى شركات هواتف المحمول، لكنه اضطر لحذف هذه الصور قبل أن يعيد نشرها مجدداً بسبب خطأ قام بارتكابه. بينما كان يروج صلاح لهاتف إحدى الشركات على تويتر، ظهر أسفل التغريدة أنه قام برفع الصورة بواسطة هاتف آيفون، وهو بالطبع شركة منافسة. وأيضاً هذا الأمر الذي روج له النجم المصري عرضه للسخرية الواسعة بكل تأكيد. صلاح حاول تدارك الموقف ونشر الصور مرة أخرى عبر حسابه على منصة إنستغرام التي لا تظهر نوع الهاتف المستخدم في عملية الشراء.